الصالح هو الذي ينشئ أبناءه تنشئة صالحة فيفتخر به. ولهذا أردت أن أقول الدنيا ظلمة تجري في شريان خوف تجري في شريان خوف تجري في شريان خوف تجري في شريان خوف انفتح باب للأسى النجمة تبقى بدون دليل وسط المتاهات والمساء للشمس تشرق للصباح النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجيران النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح حسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس الجزاز ساس الجزاز ساس الجزاز ساس الجزاز ساس الجزاز أنا لازم أتم البحث ذي الليلة يا شهناز. تمي والصباح علي. ولا أقول لك حاجة؟ ما في داعي تكتبي من أساسه. ليه؟ يا بنتي تجنيتي؟ أنت قايلانا نحن جايين الجامعة دي ليه؟ جايين نتفسح؟ أنا شخصياً ما حاكم. سميني الجرير دمه. يا حالي خلط فيني أمور الخليل أمور. أنا ذاتي بيتها. من الحفلة بايتها وديتيني لها دي هاري واجعني من قعدتك في الدنيا كلام جميل يعني حنط في النور بس بشرط شنو؟ انه الصباح تصحيني الساعة 5 ليه؟ عايز تعمل الجيمات؟ عشان ما تم البحث انت مش عارفة انه دكتور فيصل منتظره؟
يعني الباشمهندس راح في شربت مويه ولا ايش؟ قلت شنو؟ لا 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 ما قلت حاجه. اطفي النور. والله يا شهناز انا ما عارفه اقول للدكتور شنو. كفاره سلامتك مالك؟ لا انا ما عيانه، ده دكتور فيصل استاذنا في الجامعه. فيصل السروي؟ ايوه انت بتعرفه؟ نعم بالله من اتصل هناك سلموا لي عليه وقول لي يا اخي نور الدين البدري، ها قاعد يجي وانا طوال في الجامعه. بالله نعم. وده امتى؟ والله يا شهناز انا خايفه من الدكتور. ما حيعمل لك حاجه انت بالذات، دكتور فيصل ما حيعمل لك حاجه، وغلطتك دايما بتمر مرور الكرام يا سهل. شهناز بطل الكلام البايخ ده. ما في مشكله لو سمحت. ممكن تديني سبب واحد مقنع منعك من انك تكتب الواجب اللي كلفتك به؟ يا استاذ انا كنت عيان. اقعد. شوف يا بنات، انا عاوز من كل واحده بنهايه الفصل ده بحث، استلم منا بحث بعنوان شعراء النقايب. البحث ده حيشكل نسبة من أعمال السنة. كلام ده مفهوم؟ أنا حاطط بعنوان البحث على السنة. رسلت الجريشات ليه ليلى؟ رسلت لي 15,000 يا ست البنات. ربنا يساعدها يا اختي وتنجح وتنشلك من الشقه يا فاطمه يا اختي. الله كريم يا بنت امي. لكن يا فاطمه يا اختي، ولا لا خير ان نسكت؟ اظنك تاني بتدور تجيبي لي سيره الصديق. والله يا فاطمه يا اختي سالت منه وديت له وبنيتي يشوفها كان ست البنات. انت مالك اليومين دل ما عندك في خصم غير صديق. والله يا فاطمه يا اختي تركت لما وتبطلي يا اختي الجري ده من بيت لبيت بضحكتك دي. هو صديق ده وقتين عرفني عرفني وين؟ ما عرفني دلاليه. وشوفي يا ست البنات تاني كان دايره نازعل منك جيبي لي سيره الصديق. خلاص سكتنا يا فاطمه يا اختي. لا يعني هو رضوان جادي في المساله دي؟ جادي طبعا. والبنت من يا توسرة؟ هي طالبة معانا في الجامعة، بنت مسكينة أهلها من الولايات. ولايات؟ هي طبعا من أسرة فقيرة جدا، لكن طبعا رضوان متمسك بيها خالص. وهو رضوان ده شافها وين؟ والله كان شافها معي في الجامعة، ومرة كان مشت معانا حفلة، وتاني شافها في عيد ميلادي، حتى كان وصلها بيت نسخالة. ما شاء الله وصلها. وخاله ده شغال شنو؟ خال المعاش بوليس. هو اخوك ده بيشتغل على كيفه يعني؟ بيتصرف براو؟ امشي ناديه ليه؟ طلع مشى وين؟ مشى لواحد صاحبه. قال لي مشى لواحد صاحبي. وصاحبه ده طبعا خاله شغال بوليس في المعاش مش كده؟ ما انت يا بابا طبعا الوقت ذاك انا كنت صغيره يا خالتي علوية ما بتذكر. اي انت كنت عفاف صغيره فعلا. لا اقول لك عندك 5 سنين ولا 6 سنين. والله طبعا ما بتذكر. لكن والله يا عفاف انا وامك نوره دي قضينا حالات ايام في الاشلاب.
اسكتي ساكت تخليها. والله بتكون حلوه غايتو. اها هسه هي حالتها كيف؟ والله كويسه، وقالت يمكن تجيك في اليومين الجايات ديل زياره. يعني هاي الزياره دي ليلى ولا ليانا؟ المهم يا خالتي الناس تتلاقى. اها حسي ليلى قاعده الليله اجازه، وانا هندي جيت لقيتها ما فيش. والله اقول لك شنو، هم قالوا ماشيين لي معرض. معرض؟ والله كويس يا ليلى ما شاء الله بقيت مفتحة للدرجة دي. طيب انا يا استاذة انا اخذت عليك. شنو يا عفاف؟ ما تقولي تتغدى معانا يا بنتي؟ لا بجيت مرة تانية بجي والله. طيب سمحي يا بنتي. مع السلامة. الله يسلمك يا بنتي. لا ليلى كان جاي سلم عليك. الله يسلمك يا بنتي. شاهيناز شاهيناز بتكورك مالك في شنو؟ لكن من متين انا بكورك؟ انا طالعة هالوين. وشنو يعني؟ دقيقة في شنو؟ الفيلم اللي ابي يطلع من الكاميرا ده تاخدي معاكي تمشي تطلعي ويحمدوا لنا. ده بتاع الرحلة؟ اي بتاع الرحلة بيقدر يطلعه طبعا هو بمعرفته. لا يطلع براه عشان حبوا يزيلين الفيلم. عيني خلاص 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 دقيقة. شنو؟ عرفتي؟ خذ حمدوا يركب المواصلات كويس؟ بس خلاص يلا مع السلامة. مع السلامة. بطل السخف اللي بتعمل فيه ده. انت ما عندك اخوات في البيت يا بنت؟ انت حاسس اللي اتكلم معاك منو؟ انت مش وقفت جنبي مرتين هنا بالعربيه دي؟ يا استاذه ما تفهم هنا غلط، في مشكله في الكربريتر وده راح احلها. ناس غريبه. بدي سنة 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 ليلى سنة كيف صحتك؟ مشتاقة لك والله يا ليلى. والله كيف عاملة؟ الحمد لله بخير ان شاء الله كويسة بخير. وينك؟ كيف ناس الحلة كلهم بخير؟ والله لما سمحت عنهم. يخصى عليك يا ليلى كذا زق العاصمة ونسيتيني. والله يا سنة انا ما عارفة دخلياتكم لوين ولا حتى كليتكم. عليك الله يا بايخة، هسي لو سألت أي زول ما كان جابك الكلية كده. هسي خلينا من الكلام ده، انت جابك هنا شنو؟ أنا بتاع الاستوديو ده ود عمتي كان شغال على السبوي. بالله أها وانت ماشية وين؟ أنا ذات جاية للاستوديو ده. معقول؟ والله خلاص يا زول أقول لك حاجة. أيوة. رأيك شنو نمشي نقعد لنا في كافتيريا ربع ساعة كده عشان تورينا أخبارك شنو؟ جدا يا ستي ما في مشكلة، لكن والاستوديو؟ يا زول بجي راجع معاك عشان اعرفك على الرشيد ذاته. الرشيد ده منو؟ ود عمتي بتاع الاستوديو. يلا يلا يا اخي. خلاص يا زول يلا. يلا يعني ما قاعده مع ناس خالك يا ليلى؟ لا انا رحلت من ناس خالي، قاعده في داخليه فئات مجمع. لا دي داخليه خاصه، انا ساكنه مع واحده صاحبتي اهلها برا. براكم؟ اي يا سنه.
وليه ما قدمتي لي داخلية؟ بعد كده ما في طريقة طبعا. بالغتي يا ليلى، والله الداخلية كان احسن لك. اسأليني انا. مريحة يا سنة؟ مريحة جدا. اسي انتي ماشية وين؟ هسه انا بايتة مع ناس عند الدين خالي، ماخدة اذن من الداخلية. ومن وين ناس خالك ديل؟ ساكنين قريب من هنا، حنمشي انا والرشيد حيوصلني وارجع تاني للاستوديو. والداخلية مريحة يا سنة؟ مريحة جدا. اول شي كله 8 طالبات ساكنات في غرفة مهيئة بالسراير وفيها 4 دواليب. جميل والله. والزيارة كيف؟ الزيارة طبعا عندها مواعيد من 3 لـ5، وبالمناسبة الزيارة للبنات بس والمحارم. وعندكم استغفار؟ طبعا، فيه الحرس الجامعي، والمدينة الجامعية فيها نشاط طلابي رياضي واجتماعي ووحدة صحية وكافتيريا. لكن قالوا لي عندكم زمن معين لازم ترجعوا فيه. طبعا، أقصى شيء من 8. لو كنت في الداخلية بعد 6:30 تاني ما في طلوع. طيب، والمناسبات والحفلات كيف؟ طبعا إذا الحاجة بتخص الطالبة بتاخد إذن. والله كويس. لكن عارفة يا سنة، أنا زي نظامكم ده ما بنفع معاك. تكدم للحرية. بالعكس يا ليلى، هنا الحرية مكفولة لك تماما. بعدين تعالي هنا، أنا جاية هنا ليشنو؟ مش للقراية؟ أيوة يا سنة، لكن بالطريقة دي كده صعبة. والله أنا ما قادرة أصدق إنه القاعدة قدامي وريد تتكلم معاي دي ليلى، كان ما عندها أهم في الدنيا دي غير قرايتها. وليه هسه يا سنة؟ أنا ما عندي هم غير قرايتي، والحمد لله أنا من المتفوقات. ابقى خلاص يا ليلى، مفروض نظام الداخليات ده بينفع معاك. ما كتير يا سنة. ما قلت لي أنت أخبارك شنو؟ أنا كويسة الحمد لله. بالمناسبة أخبار خطيفاتك شنو؟ والله كويسة يا سنة الحمد لله. الحمد لله. الله يا ليلى، احنا تأخرنا والرشيد حيكون قلق بعد ده، حقه نمشي عشان بالمرة أعرفك عليه وأقدرك حاجاتك سريع جدا. يلا نمشي. يسرني أن أعلن في نهاية هذا الجزء من العام أن أفضل بحث قدم في هذه السنة كان بحثا بعنوان المدخل إلى فنون العرب عبر المعلقات السبع، وكاتبة هذا البحث هي طالبة ليلى صديق بريدان. وهذا البحث يعد مفخرة للطالبة ومفخرة للكلية ومفخرة للجامعة. أرجو أن نحيي هذه الطالبة على جهدها الرائع في كتابة هذا البحث. كما يسرني أن أقدم نسخة من هذا البحث القيم للطالبة ليلى صديق لتحتفظ به إن شاء الله. وباسم الكلية أعلن عن تقديم جائزة مالية خاصة للطالبة ليلى صديق بريدان، وهي جائزة عبارة عن مبلغ 50,000 جنيه. لكن بالطريقة دي ما بايخة يا شاهيناز. طريقة شنو يا ندى؟ متشين خزع بولاد ديني راسك. أنا تفوقت ودها جائزة. ليه أنا عايزة تقنعيني إنه ما بينهم حاجة؟ بالنسبة لليلى أنا ما بنكر الحاجة دي، هي بتحب الدكتور فعلا، لكن بالنسبة للدكتور إطلاقا ما عنده مجرد تفكير في الحاجة دي. لله والجائزة دي ساكت كده لله؟ طبعا ما ساي، إنسانة قدمت بحث ممتاز جدا من حقها. لا خلاص أقنعتيني. أيوة المفروض تكون مقتنعة سلفا. مفروض مش؟ أيوة، لأن الدكتور ما عنده مجرد فكرة إن المواطنة دي قاعدة تحب. اهتمام كده. خلينا في المهم، هتجي الغاء بعدين. حاجة غريبة إنه الدكتور فيصل شخصيا ما يقدر يعبر عن نفسه إلا بالطريقة. طيب أفرض إنه ما كان في بحوث، كان حيتصرف كيف؟ عموما كان حيتصرف. دكتور فيصل زور رائع حقيقة. طيب أنا القروش ده أعمل بها شنو؟
فستان. فكرة هايلة. كفاية انك رحت شاهي نفسي فساتين. ايوه انا اشتري فستان واكتب لامي مدرسة لي مصاريف الشهر ده. دي فكرة صح. يلا يا ليلى بسرعة. رغم اني يا ليلى غلطت ما اتكلم معك لكن ما قدرت. ليل حاصل شنو؟ انت لا بتعاملي المعامله الجافه دي. لانه يا عزه صراحه كده انا ما بحب زول يتدخل في خصوصياتي. عموما مبروك التفوق. شكرا لك يا عزه. لكن انا بتمنى يكون معه تفوق في حياتك برا الغاعه. كيف يعني؟ ترجع ليلى القديمه. ليلى ما بتعرف غير بيت ناس خاله والجامعه. وسه تفتكري بعرف شنو؟ عرفت الحدائق والكافتريات والمعارض. وده في تقديرك عيب؟ اما نبقى كل يوم نبقى عيب. على العموم كتر خيرك. والله الظاهر عليها مشغولة شديد. كيف يعني؟ يعني طوالي في الجامعة حتى بالليل. والله يا نور يا أختي ممت مغرب الوطن يتلبسن هي وصاحبتها ويمرقن. وكان سألتهم يقولها ما شاد الجامعة. أكي يا أخواني عفاف بنتي دي ما قرت الجامعة. ما لما كانت بتأخر لي بالليل وهي زاتة وكت كانت قاعدة معانا. الزان المغرب ده ما بترجع في البيت. يمكن عندها شغل كتير. إن شاء الله يبقى شغل. يا الله تسترنا وتستر بنياتنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ده هسه عجبني يا نور. والله كياك نور ذاتك ما بتتغيري. نور الاشراق بذاته وصفاته. الزمن ده لكن ما فيه المحن يا علوية يا اختي. اها وضحتك الله يا اختي. مالك وقفتي؟ ما تقعدي تدعشي معانا. ما بستغنى يا علوية. الوقت راح بيجيك وقت تاني. اه وضحتك الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. اصبري. المواصلات ما ياهل بالشارع الثاني. اي بس تلف اللفة تلقاها قدامك. سامحة. ها وضحتك الله. وضحتك الله والرسول يا اختي. الله يبارك فيك.
اهلا وسهلا ويا مرحبا. اهلا وسهلا. اي خدمه ياخد؟ لو سمحت انا عايزه اللبسه دي. اللبسه دي؟ أيوة. جدا. اخت موظفه؟ لا انا طالبه جامعيه. بس لو كده بصراحه كده يعني اللبسه دي غاليه عليك شويه. دقيقه، بكم؟ ب 100,000. كم؟ 100,000. لا 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 خلاص. لا ما يعني انت لو عجبتك ما مشكله يعني. انا بس لانه عندي 50,000 بصراحه كده يعني. 50,000 دي ما بتجيب لبسه تليق بطالبه جامعيه زيك كده. ما في لبسه ب 50,000؟ لا في طبعا، في لبسات وفي فساتين. هو عندك ده فستان ب 55,000، لكن عشان خاطر جيتك عندنا هنا يعني احنا بنديك لحد 50. تفتكر انه مناسب لطالبه جامعيه زيك؟ ده بس لانه قدر بروشيه اللي انا شايلاه يعني. انت اللبسه دي عجبتك؟ دي البمية دي؟ اي ايوه عجبتني، لكن بالمنطق كده هتديني لها ب 50,000؟ ما في مشكله. كيف ما في مشكله يعني؟ ما دام عرفت المحل انت ممكن تشيليها، وكل ما تلقي قروشتك تدفعي لنا يعني بالتقسيط المريح. المهم انك تشيليها. الله، كيف يعني المهم اني اشيلها؟ ما هو يعني طالبه زيك كده لازم زي ما بيقولوا في الجامعه تلبس وتكون كده حكايه يعني. لو سمحت. نعم. انا دايره الفستان ب 50، لكن انا شايف ده مناسب لك انت. يا سيد لو سمحت انا عايزه ب 50 قدر القروش اللي انا شايلها. خلاص خلاص خلاص، ما تزعلي نفسك. المهم انت عرفت المحل، المحل محلك، وفي اي لحظه عندك قروش ما عندك قروش تتفضل تشرفينا. ها طيب، اللون ده كويس ولا اغيره لك؟ والمساله بصراحه دكتور مشت كتير جدا، وحتى البنات في الجامعه قاعده تتكلموا في الموضوع ده. طيب ليلى جابت الكلام ده من وين؟ احساس وصدقت، فاكر انك تمام. معلش يا دكتور اكثر من معجبتك يعني. طيب يا بنتي شكرا جزيلا، تفضلي وانا حتكلم مع ليلى. تفضلي. تاني قولي لي صدفة. وش نص صدفة ولا ما صدفة؟ وش انتو قلتي لي انه دكتور فيصل الجايزة اللي اداها لليلى بس لانها اتفوغت؟ طبعا. طب يا شاطرة فسيري لي انه هسا دكتور فيصل لقاني وقال لي وين ليلى؟ عايز اشوفها ضروري، لازم اشوفها. ده شنو يا استاذه؟ ما في حاجه، ده استاذه يا محترمه. لكن السمستر انتهى. معنى كده ان الدكتور يقطع علاقته بالناس؟ يبدو انه ده سمستر تاني. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟ أهلا ليلى، الحمد لله انك جيتي. بمجرد ما قال لي دكتور فيصل عايزك جيت طبعا. تفضلي. أنا عاوزك يا ليلى. شكرا لك يا دكتور. كيف عمك؟ كويس. بالمناسبة يا دكتور أنا بشكرك جدا. تشكريني؟ أيوة بشكرك على الهدية اللي قدمتها لي. الهدية؟ بالمناسبة الهدية دي مش عشان ليا صديق بالتحديد. الهدية دي لأي طالب أو طالبة تتفوق على أقرار. إيه رأيك؟ أيوة صح. ليلى انا ما عاوز اكون قاسي عليك يا ليلى، بس انا حاسي انه اهتمامك بي بقى اكثر من اللازم. انت غمه يا دكتور. ده بالنسبه لك انت يا ليلى، لكن بالنسبه لي انا
أنا منتظر منك كثير. ما في إنسان كامل. بالمناسبة أنا بستفيد من البحوث بتاعتكم. ده تواضع منك يا دكتور. ثانياً يا ليلى صديق، أنا ما عاوز إن الطالبات يفهموا اهتمامي الزايد بيهم وإعجابي بيهم بفهم خاطئ، لأنه كل البنات، وما بقول كل الطالبات، بقول كل البنات، أنا بعتبرهم بناتي، لأنه في الحقيقة ما يسب يتبي تقرأ في الجامعة وفي سنة رابعة كمان. دكتور فيصل أنا لو سمحتي أكمل. عشان كده إذا في أي إنسان بيفهم إنه دكتور فيصل بيميل لطالبة عاطفيا، حقه يشيل المسألة بين راسه نهائيا. أستاذ فيصل أستاذ فيصل قال كل الكلام اللي عنده، وقبل ما تمشي وتكفر الباب ده وراك، أنا عاوز منك مزيد من الاجتهاد. أنت مشروع إنسان ناجح يا ليلى، ممكن تمشي. كده يا دكتور فيصل، تهتم بالجوان كل الحاجات الجميلة، تعاميمي بمنتهى الجسر والبرود، وأنا كنت بجي الجامعة عشانك. بحث في ساعات الليل دقيقة وثانية عشان حضرتك. لا انت ما صادق. ليلى جواك ليه بغالي من نفسك؟ ليه ليلى في شنو؟ ما في حاجة. كيف ما في حاجة؟ الحاصل شنو؟ قلت لك ما في حاجة. الناس ما في حاجة. شنو المعلش في شنو؟ أنا أسف الآن كسرت لك الكوباية. يا ليلى أنا ما بتكلم عن الكوباية، أنت مالك في شنو؟ ما في حاجة. اتفضل لا تمن الكوباية اللي أنا كسرتها. ليلى أيوة يا عفا، أنت عيانة ولا شنو؟ مرهقة شوية بس كده. ظاهر عليك قاعد تتعب نفسك شديد، ولا المعارض كترت؟ المعارض شنو يا عفاف؟ بس يوم جيت لقيتيني ما في داك. ابوي برضو جت ثاني يوم ما لقاكي. لما خالي جا انا كنت في فندق المريديان، كان في معرض بتخض عربي وده من صميم دراستنا. في المريديان قلت فندق ولا شنو كده؟ ايوه. طيب كده انا اقوم اجيب لك حبوب صداع. عفاف اي انا عندي حبوب هنا في شنطتي. سامح انا اجيب لك مويه. الحاجة اللي بفهمها
انتهى السيمستر يعني خلاص المحاضرات دي تاني جابه شنو؟ دكتور فيصل قال لسه في 6 ساعات. قال ليلى حيلغي لنا باقي الساعات. ليه؟ مش ليلى عيانه؟ حينتظر لحد ما تجي راجعه. والله بتبالغي. دمعاتي جالا بي كتير القلب أصبح ليها خد.